شكرا لهذه الدعوة أستاذة مايا، وشكرا لضيفك الكريم وجمهورك. حقيقة الموقف في النيجر، وتحديدا موقف المجلس العسكري، هو أصبح قاب قوسين أدنى صراعا بينهما وبين فرنسا بشكل رئيسي مع بعض دول الإيكواس، عليه كون المجلس العسكري يركز على فرنسا وينفي الاتهامات الأخرى للدول الأخرى التي قيل أنها طلب إخراجها من النيجر. هناك موقفان، موقف أمريكا تقوده وبعض الدول وتدعم الموقف أيضا دول الجوار والجزائر على أن يغلبوا الحد الدبلوماسي. فرنسا تسعى إلى الحل العسكري، عليه تركيز المجلس وتصعيد في موقف المركز على فرنسا، يؤكد على أنه وصل الأمر بين فرنسا والنيجر إلى نقطة لا رجعة من المواجهة المباشرة، لا سيما أن فرنسا أعلنت بوضوح دعمها للتدخل العسكري ورفضها لأي مبادرات سياسية أو دبلوماسية. يعني هل يمكن القول، يعني بحسب وكالة الصحافة الفرنسية كانت قالت أنه تلقت وثيقة من المجلس العسكري طلبت بطرد السفراء، يعني سفير نيجيريا وأمريكا وألمانيا، ومن ثم تراجع. يعني هل يمكن القول وكأنه كانت خطوة متسرعة من المجلس العسكري ومن ثم تراجعت حتى تفسح المجال لعلاقة أفضل مع الدول الغربية؟ قد يكون هذا التحليل صائب، وقد يكون أيضا هناك أولويات أو إشارة أو رسائل للدول الأخرى بأنكم إن وقفت موقف فرنسا سيكون الأمر كذلك عليكم. على هذا الأساس يبدو أن التطاحنات وصلت إلى مرحلة لا رجع فيها، حيث أمريكا بوضوح، ويجب أن هذا يكون جليا، وليس ذلك فقط إيطاليا، الجزائر، دولتان وقفت موقف صدامي مع الموقف الفرنسي. هنا فرنسا أصبحت هي الحلقة التي تركز عليها القيادة العسكرية، وإن ثبت أنه هذا المنشور كان صحيحا يبدو أنهم تراجعوا لتسبيق المواقف وتهديد الآخرين إن أخذوا ذاك المنحة. جيد. دكتور صلاح الدين القادري، الخارجية الفرنسية ردت